أفلح من ذكر الله وصلى على النبي. ما شاء الله تبارك الله، هذه ذودة العدد ثلاثة. مجيم لقها على بئر طيب على كلام رأيها، وعمانية عمية على كلام رأيها، وأوضح ذلول، وكرفان للبيع، كلها موضحة في الفيديو. الموقع المملكة العربية السعودية، الأحساء الهفوف والتفاصيل أكثر. التواصل على رقم الجوال، ولا تنسوا دعم القناة بإعجابكم جزاكم الله خير، واللي ما اشترك في القناة يشترك، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. يودا يود ها أنا ما يا شفت الجار هذا آه شفت أبد شفت خفوفة كبار سيقانها طوالة رقبتها طويلة سلامها قبة أخلص الجار طول المهنة أصيل للناقة أصيل ظهرها طويل حق على الهجن حق الانتاج سلامي حق الانتاج اخلص الظهر طويل حق السباق للانتاج الجار اخلص اصيل نظرها عاد على يشبه نبي لها انوار قدام الجار نبي لها انوار قدام ما نغشك ما يغنيها الله تعبان انوارها تعبانه نبي لها كهربائي اما الباقي سليم 100 ابد دلول رحول ابد راح حج عليه وتعال الجار قال الهجن هذا المهند اصيل صور له الوسم حقه هادي هادي حبوه ما هي بحبه حبه ايوه ثاني صور له الناقه العميه هذا بوابتين يا علي البوابة الثانية ايش البوابة الثانية هذا طال عمرك المجلس وهنا يصير الموزع ودورة المياه هنا بوابة سحب طبعا زين وهنا يا طول العمر بوابة وهنا الجهة الثانية هم بوابة مدخل منها ده باب سحب 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 هذا المجلس كامل آخر هذا الجلسة كامل هنا هذا المجلس يا بن شمر هذا النوافذ وهذا طال عمرك الموزع هنا شايف وهذه هنا في الوسطى دورة المياه هذه الدورة دورة المياه وهذه غرفة النوم هي المطبخ وهذا هنا المطبخ